لم تكتفي حكومة الكاظمي وشركاء العملية السياسية ككل بالمتاجرة بثورة تشرين ومحاولة ركوب موجتها، بل عمدوا إلى استغلال معاناة ذوي الشهداء وآلام الجرحى للتكسب الانتخابي ونزع الرداء الدموي الذي ترتديه السلطة في العراق. أستاذ مصطفى وعدني أنه ينفذ العلاج وهذا قدامكم. تتدلل. لكن ما في النفوس تظهره الأفعال، فها هو الكاظمي لم يفي بوعوده بشأن علاج جرحى الثورة بعد أن تعهد للمتظاهرين بتوفير مستلزمات طبابتهم، لكن مستشاري الرجل ومدير مكتبه لا يردون على اتصالات أهالي الجرحى. المتظاهرون أكدوا أن الحل الوحيد هو الاستمرار بحملات التبرع لمعالجة جرحى التظاهرات بالنظر إلى زيف الوعود الحكومية. حسب الفيديو اللي صار ويا وعد عزاوي انطاه موعد لمدة 10 أيام، 10 أيام اليوم مضت عليهم يومين فوق، لا خبر ولا أي حركة جت من رئاسة الوزراء. الموقف من ثورة تشرين لم يترجمه القمع الحكومي فحسب، بل كان للبرلمان يد السبق في رفض تعويض أسر الشهداء والجرحى في موقف يحمل دلالات جمة، على رأسها أن الرصاص الذي كان عناصر الأمن والميليشيات يوجهونه لصدور المتظاهرين مصدره الأول أحزاب لها ممثلين داخل البرلمان وإن ظهروا رافضين لقمع الحكومة. ناشطون أكدوا أن جميع الوعود من جانب الحكومة والبرلمان وحتى السياسيين الذين تبنوا رعاية بعض جرحى التظاهرات لم تكن حقيقية ولم يكن لها أي أثر على الأرض، بل إن بعض الجهات السياسية استغلت الجرحى من أجل الظهور الإعلامي واستغلال الأمر انتخابيا. أكثر من 27,000 مصاب برصاص الحكومة والميليشيات باتوا منسيين، علاوة على أن الآلاف منهم أضحوا من أصحاب الإعاقة الدائمة أو الإصابات التي تحتاج للعلاج خارج العراق، وهو ما يفوق إمكانيات ذويهم المادية، لكنه يعادل 10% فقط من الأموال التي تخصص لرعاية النواب والوزراء.